بص بقى، هي قالت كلمتين حلوين قوي. قالت اهم حاجه ولادي. هو اهم حاجه عيالنا. عيالنا. انا جوزي تعبان وعيلي قد كده، ربيته واشتغلت عليهم في البكور كده، واكلتهم وجوزت بيت وواد، وبجري معاه بساعد معاه كمان ابني. انت جوزك بيشتغل؟ تعبان وقاعد في البيت. قاعد في البيت ما بيشتغلش. وانت بقى المسؤولة عن كل حاجة. انا وابني، يعني ابني بيساعدني، بيروح يجيب 100 جنيه وانا 100 جنيه بنمشي البيت. بتصبروا بعض تقولوا ايه؟ انا لا، نحمد ربنا على اللي هو قسمه لنا ورضا، ونحمد ربنا. نصبر نفسنا، عايزين نشتغل في اكل عيشنا ونروح. شوف مصالحنا ونيجي شغلنا. ابنك كام سنة؟ ابني متجوز، عنده 26 سنة. اتجوزتي بقاله كام سنة؟ بقاله 4 سنين. 4 سنين. بساعد معاه. يعني هو برضه فاتح بيته. مع اتنين مع بعض. اه. انتوا عيشة واحدة؟ واحد في بيت واحد. ما عزلتهاش؟ لا. لحمة شديدة؟ لا. أمانة. ده بنت. بنت الحمد لله. اه يعني ما رضيتيش اللي هي تتعزل، قلتي دي بنتي وتبقى معايا. معيشة الا ابني ده، وقاعد معايا. الحمد لله كويسين. وهم بقى يقعدوا يعملوا في البيت لحد ما انت تروحي انت وابنك. هساعدها وبنعمل مع بعضين. بنروح تكملي شغل البيت. نغسل هدومنا وناكل ونشرب. نشوف مصالحنا. ونيجي اكل عيش. ست جدعة خالص. ايه اللي شغلك؟ انت واقفة كده تشيلي كام قالب طوب؟ الحجرة دي تشيل كام قالب طوب؟ نشيل 20 قالب. 20 في الدور بنطلعه برا ونيجي. ربنا بدنا الصبر والعين. بيعين. طبعا ربنا بيعين. لا. ايه اللي بيشغلك؟ البيت وعيالنا. ما انت واقفه كده شايله 20 قالب طوب وراحه جايه تفكري في الغسيل مثلا؟ في بيتنا، في جوزي تعبان، ده ابني تعبان كده. خد الدواء ولا ما خدش؟ اه الحمد لله. الحاجات دي بتشغلك؟ ما في ناس عندها صحه وحافظه عليها قوي. الحمد لله. تقولي لها ايه؟ ما بتتحركش؟ لا تشتغل، الدنيا معاونه، الدنيا تشتغل وتجيب اكل عيش. ما اشتغلتي وانت صغيره؟ اه. انت كام سنه؟ 16 سنه. ما زهقتيش؟ الحمد لله، حمد ربنا. هنعمل ايه يعني؟ المسؤوليه هي اللي حطيتك هنا. اه هنعمل ايه؟ الحمد لله. طب والستات بتسيب عيالها وتمشي؟ ما نعرفش بقى. احنا عايزين نعيش ونربي عيالنا بمرض الله وخلاص. مش قادره تشيل المسؤوليه. تقول لك مش قادره تسيبهم لابوهم؟ تقول لك لا انا مش قادره اشيل المسؤوليه. اكيد بتسمعي عن دول يعني. أوه. موجودين. اه. بتشوفيهم ازاي؟ لا عيالنا، الواحد ياخد عياله احسن من اي حاجه، يربي عياله. عياله ابدا من اي حاجه. كم سنة؟ يعني 48. 48 سنة، وبقالك في الشغلانة دي 16 سنة. الحمد لله. ساعات كده بتقوم تلاقي نفسك تعبانة مش قادرة تيجي؟ ببقى تعبان. وبنيجي يعني ربنا يعمل ايه؟ محتاجين. محتاجين اليومية دي. لما بتفتح عليكم بتبقى بتوصل ل 150 جنيه. اه. بتبقى انتوا قاعدين تقولوا يا رب يجي شغل كتير. اه على قدنا بقى، يعني عايزين نروح بيومية. قالت احنا لينا، احنا شغالين على دراعنا. اه الحمد لله. على دراعنا. يعني انت كل راس مالك على دراعنا شغالين. تكلمي ربنا تقولي له ايه بقى؟ بحمده وبشكره. تستاهلي الحمد. تستاهلي الحمد. شفت الجمال؟ قلت لك انا ما سمعت ما بين كل جمله وجمله الحمد لله. قلت لك حمدين ربنا على اللي احنا فيه. الحمد لله. بسالها بقول لها في ستات بتمشي وتسيب ولادها ما بيقدروش يشيلوا المسؤوليه. ما بيعرفوش. قلت لك لا ما اعرفهمش دول، لا ما اعرفش عنهم حاجه. ربنا يديهم الصحه.